جولة بين أبرز العناوين الرياضية للصحف الصادرة اليوم، والبداية من الصباح التي توقفت في صفحتها الرياضية عند الرسالة التي وجهها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانو إنفانتينو إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة فوزي لقجع، رسالة تمن فيها رئيس الفيفا العمل الذي قام به لقجع لتطوير الكرة المغربية والإفريقية في السنوات الأخيرة، وأعرب عن ثقته في أن تجربته وشغفه سيسهمان في تدبير الكرة بالعالم، تكتب الصباح. ودولياً، تأهل ريال مدريد لربع نهائي عصبة الأبطال الأوروبية على حساب أتلانتا الإيطالي كان محور اهتمام يومية ماركا الإسبانية، تأهل يؤكد تعطش ريال للتشامبيونز، تعنون ماركا، قبل أن تشير إلى أن خطأ من حارس الفريق الإيطالي فسح المجال أمام انتصار للفريق الملكي. وفي إسبانيا دائما، صحيفة موندو ديبورتيفو توقفت عند سجل الأرقام القياسية الذي بات يحتكره نجم البارسا الأرجنتيني ليونيل ميسي في مشواره مع النادي الكتالاني، سواء على مستوى عدد المباريات أو الأهداف أو الألقاب. الصحيفة اهتمت أيضا بحصول جوان لابورتا على الضمان المالي ليتسلم مهامه رسميا اليوم رئيسا لبرشلونة. وإلى إيطاليا، حيث لغازيتا ديلو سبورت، وفضلا عن خروج أتلانتا من ثمن نهاية تشامبيونز، تطرقت لخطة إعادة بناء يوفنتوس، وتحدثت عما وصفته باستراتيجية السيدة العجوز لضمان المستقبل، مستقبل يمر عبر جلب أسماء مثل مهاجم مارسيليا أركاديوش ميليك والنجم الألماني في صفوف نادي أتلانتا روبن غوسينس ومهاجم ساسولو الإيطالي مانويل لوكاتيلي، تكتب لغازيتا ديلو سبورت.